طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. في الأول أحب أعرفكم على نفسي، أنا معكم أخوكم الدكتور حسن. ليا في موضوع الـ MRCP ده تقريبا من نص أو من شهر 5 2020. دخلت امتحان شهر 8 2021، يعني تقريبا بعد سنة وشهرين أو سنة وثلاث شهور. تمام. الفكرة من الوقت الطويل إن أنا طبعا أنا جي بي متخرج من 2010. قعدت فترة جي بي، فترة محترمة يعني، حضرت تقريبا شبه دكتوراه فيها يعني. تمام. طبعا المعلومات بتبقى اتروفايد كده وبتبقى ملخبطة، غير الناس اللي بيبقى مثلا فريش، لسه متخرج فريش، ممكن يكون هو أفضل، أو من الناس اللي هم بعض الناس بيظبطوا السي في بتاعتهم بيبقى استشاري، وده معانا ناس استشاري مثلا اوريدي في تخصص الكلى مثلا، زي دكتور أحمد سعيد، زي دكتور أيمن شاهين، هو أخصائي قلب وبيعمل بي سي آي. في ناس مدرسين جامعة برضو عرفتهم من خلال الام ار سي بي، زي الدكتور مصطفى، هو معيد في جامعة اسكندرية، الدكتورة تيسير معيدة في أو دكتورة في جامعة بنها. في ناس اخواننا عرب برضو يعني، ليبيا والسودان فهي الام ار سي بي أحلى حاجة فيها الطريق اللي انت بتمشي فيه ده بيعرفك على ناس كتيرة وهتستفيد يعني، ولا يخلو الأمر من شوية ناس توكسيك يعني، عشان أكون منصف وصادق معكم. حلو. فكان أنا طبعا وش السعد عليا الأخ الأستاذ أشرف من ليبيا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا طبعا حبايبنا كل الدول يعني، وأنا اللي معايا دلوقتي اللي معايا مستمر معايا حاليا الدكتورة منال من ليبيا، والدكتورة ميادة من السودان، هما دول يعني يعتبروا الدراع اليمين الدراع الشمال يعني. وطبعا معايا ناس اوريدي خلصت بارت 2، بس هما بييجوا يخشوا معانا بيعملوا سبورت، بيراجعوا معلوماتهم وبنتساعد فيما بعض. ومعايا ناس اعرفهم في بارت 1 هيدخلوا الامتحان بعد 15 يوم. فالقصة كوميونيتي حلو، كوميونيتي جميل، من خلاله بتتعرف على ناس وبتتعلم وبتعلم والدنيا بتمشي. تمام. الجميل أشرف، الدكتور أشرف صديقي، أقول لكم أنا كنت في يوم قاعد على الفيسبوك أيام الكورونا، ولقيت واحد بيقول مين يذاكر معايا ام ار سي بي، فأنا كتبت كومنت وقلت له أنا هعمل لكم جروب على حسابي الخاص يعني من باب الهزار، وفعلا عملت جروب وتواصلت معاه. أشرف كان له فكرة، هو راجل حديث تخرج جدا بس ما شاء الله ومخلص بارت 2 دلوقتي. كان له فكرة في الام ار سي بي اللي هو ايه، ذاكر ذاكر كويس قوي كأنك بتذاكر بارت 1 وبارت 2 مع بعض، بعدين خش الامتحانات ورا بعض اللي هو بارت 1 وبارت 2، يبقى انت خلصت الام سي كيو، خلصت الجزء النظري، بعد كده بقى ايه مرحلة الكلينيكال او البيسز دي بقى بعد كده بقى يعني، ليها مرحلة تانية. تمام. بس ايه مرحلة الامتحان كانت دي وجهة نظره يعني، ما نخشش نتعجل، نقعد نذاكر لنا شهر شهرين 3 شهور. طبعا من خلال خبرتي المتواضعة دي انا وكلامي مع ناس كتير، معظم الناس بتقول المينيمم 6 شهور، ان انا ذاكر مينيمم 6 شهور، والماكسيمم برضو لانه فيه لها الحكاية، لو طالت عن كده بتبقى برضو مش حلوة، والماكسيمم هيبقى سنة، سنة وشهر، سنة وشهرين بالنسبة لتجربتنا يعني، هي 6 شهور لسنة من الواحد اللي هو مستواه كويس جدا يعني. 6 شهور دي، أنا في واحد كان معانا دكتور أيمن ده استشاري وذاكر 6 شهور وجاب 700 يوميا. كم ساعة بالظبط؟ طيب ماشي، هقول لحضرتك. أولا إحنا خليني أجيب لكم خلينا أجيب لكم حاجة كده هنا نبقى مع بعض، أوريكم أفضل مصدر لبارت 1 اللي هو الباس ميديسين.
تمام. انا كنت طبعا عامل اكونت بس للاسف هو ايه دلوقتي بقى اكسبيرد. نفسي اوريكم يعني الايه انا ايه بعمل ادي ايه، بس لكن انا هخش لكم على الديمو بتاعه هنا ايه اهو. احنا عندنا اهي البرانشات اللي احنا هنذاكرها وعدد الاسئله والعدد الكامل 4000 بنك كامل في 4153 سؤال طبعا اب تو ديت، يعني الموقع ده ممكن تحل فجأة تلاقي أسئلة نزلت وده اللي بيحصل يعني. تمام. فعندي تقريبا 16 برانش، كارديو، هيماتولوجي، فارما، كلينيكال ساينس. كلينيكال ساينس ده بيحتوي على جيناتكس وبيحتوي على ستاتستيك، ديرماتولوجي، اندوكرينولوجي، جاسترو، جيرياتريك، انفكشوس، نيفرو، نيورولوجي، اوفثالمولوجي، باليتيف، سايكاتري، ريسبيراتوري، روماتولوجي. كل البرانشات دي احنا هنذاكرها. تمام. الباص ميديسين ده في بعض الناس عامله له نوتس، تمام، عامله له نوتس. يعني ازاي نوتس؟ خليني اوريكم ازاي نوتس عشان يبقى يعني حاجه عمليه. يعني مثلا اهي نوتس اهي، شايفين صح؟ الناس اللي هتقول لي هطبع ورق وهجيب كتب وهعمل إيه، انا من وجهة نظري الشخصية ما تطبعش ورق لان انت مش هتلاحق لا على اسئلة ولا. خليك في البي دي اف، هات البي دي اف واعمل زي ما انا بعمل كده. انا بعمل ممكن اشتغل اكتب، انا اللي عامل باخد الملف ده ما كانش فيه له فهرس، انا اللي عامله ده الفهرس اللي كاتبه. تمام. وموجود اللي خلينا اجيب لكم اول مثلا، والاول مقسم البرانشات وبعد كده بادئ بادئ هنا تقريبا بالاناتومي بتاع الكلينيكال ساينس، لان الكلينيكال ساينس فيه شويه اناتومي على شويه جيناتكس على شويه ستاتستيك، رانش كده قوي وعليه 25 درجه عالية. فهو جايب التوبكس اللي الباص ميديسين من خلال الاسئله. مثلا هيسالك سؤال، بعد ما تحل السؤال هيجيب لك زي ديسكريبشن تحت عن الموضوع. يعني سالك مثلا عن ماسكولوسكليتال الليجن، ايه اللي بيحصل مثلا لما يحصل انجري، وادالك السنسوري والموتور كان في الكيس وانت عرفت تجاوب مثلا ده، ف هيتكلم بقى عن المواضيع اللي زي كده. حلو. في ناس بقى مجمعه كل اللي انا عندي طبعا ده 20 20، انا عندي 20 21 برضو، كل برانش منفصل، ممكن ابعته لكم بعد الميتنج على طول يعني. تمام. فده المصدر بتاعك، ده اللي انت هتذاكره، ده الكتاب بتاع الجامعة، ذاكر من الكتاب ده. باص ميديسين رائع جدا، محترم جدا، وسورس قوي، فاحنا ايه هنعتمد عليه. تمام. طبعا انتوا هتمشوا مثلا، انا بتهيأ لي من خلال يعني انا شفت الحاجة دي، فاقول لكم اي برانش هياخد 2 ويكس معاكم. البرانش اللي هو العادي، يعني برانش عادي زي ايه مثلا؟ زي النفرو برانش عادي، زي مثلا الريسبيراتوري برانش عادي، زي الروماتولوجي برانش عادي. البرانش الصغير زي مثلا الاوفثالمولوجي ياخد 1 ويك، زي الكارديولوجي ياخد 3 اسابيع، زي السي ان اس ياخد 3 اسابيع. يبقى انا عندي متوسط اكونت فور باز ميديسين. اقول لك الاكونت بتاع الباز ميديسين عندك 2 اوبشن، ممكن تاخدي 4 شهور وممكن تاخدي 6 شهور. انا خدت 6 شهور. 6 شهور على فكره نفعتني حتى في بارت 2، يعني بعد ما امتحنت بارت 2، لان نفس المواضيع يا اخوانا. البارت 1 بارت 2 هي التوبيك نفس التوبيك، بس البارت 1 بيدور اكتر انه ايه، ان انت تعرف التشخيص. يعني يقول لك كيس سيناريو، فانت دي بالمونري امبوليزم، انيشال انفستيجيشن على حسب بقى الكيرب سكور. الكيرب سكور بتاعه عالي قوي هخش مثلا سي تي بالمونري انجيو، لو كان قليل ممكن اعمل دي دايمر، طلع بوزيتيف هروح لكده. ده بارت 1. بارت 2 لا، بيخش معاك في التفاصيل شويه بقى، في المانجمنت بقى. انت دخلت سي تي دي بريجننت، طب مش هينفع معاها سي تي انجيو، يبقى هستخدم حاجه تانيه. طيب واحد عنده سي كي دي مش هينفع معاها سي تي انجيو، يبقى هروح لتحليل تاني. إيه لازم اول حاجه قبل ما اعمل سي تي انجيو هدي له دايركت اورال انتي كواجلان، دو اكس بنقول عليها دو اكس. حلو. فهي هو نفس التوبيك
ونفس المواضيع. فانا رايي اللي يشترك على الباص ميديسن يشترك 6 شهور. ليه بقى؟ لان 4 شهور، 4 شهور تقريبا كانت ب 40 جنيه استرليني. لا سوري، خليني اشوف لكم. طيب خليني اشوف لكم. إيه كان بتفرق حاجة بسيطة جدا يعني. خليني اشوف لكم هنا الاشتراك بكام. ساين اب هنا. ال4 شهور ب 30 و6 شهور ب 40، يعني انا بزود شهرين ب 10. ال40 دي اللي قاعد في السعودية هي تقريبا زي 200 ريال، بالنسبة لمصر زي 800 جنيه تقريبا، هي 800 جنيه. هو انا بصراحة كنت بشترك مع، يعني انا كنت بحل اونلاين ومعايا الزملاء، يعني مش شرط كلكم تشتركوا، مش شرط الكل يشترك، يعني ممكن حد يشترك. وعلى فكرة الأسئلة اللي موجودة في الباص ميديسن موجودة عندي PDF، يعني موجودة مصورة PDF، واحنا كنا بنعتمد عليها في جزء كبير جدا. وانا في بارتو ما اشتركتش لا في باص ميديسن ولا في باص تيست، المعلومات كلها موجودة PDF يعني. بس اللي عنده القدرة انا بنصحه انه يشترك بالباص ميديسن. مش فعليا الفلوس اللي انت بتدفعها بتستفيد بقدها واكتر فعليا يعني، لانه برضو هو بيفتح لك بعد التوبيك بيفتح لك فيديوهات، ممكن الفيديوهات دي ما تتفتحش على اليوتيوب، يعني مثلا زي الاوزموزيس. هو الاوزموزيس من اهم المواقع على اليوتيوب اللي بتشرح المواضيع بايجاز وبتفصيل حلو يعني، وفي نفس الوقت لا يخل يعني، كويسه جدا الاوزموزيس. تمام، ده واحد من ضمن مواقع كتير، بس هو يعني ابرزهم اوزموزيس. يعني ممكن اشرح لك موضوع مكلكع في 5 دقائق، بينما انت ممكن تسمع محاضره مثلا من الدكتور نجيب في 5 6 ساعات. اي نعم دكتور نجيب هيبقى افضل وشرحه اوفى وكده، لكن ساعات انت محتاج برضو تسمع حاجه بسرعه يعني. تمام، فهي رقم واحد المصدر الباص ميديسن، سواء هتشترك او سواء هتجيب الملفات. انا طبعا هشير معاكم الملفات، سواء النوتس دي حاجة، وسواء الأسئلة دي حاجة تانية. أوكي طيب، بالنسبة للموضوع بتاع الـ MRCP هحل الأسئلة دي كم مرة؟ إحنا قلنا البنك ده فيه كم، البنك ده فيه كم، فيه تقريبا 4000 سؤال. أنا أرجح إن الأسئلة دي تتحل مرتين قبل الدفع. يعني أنا مثلا دلوقتي، أنا مثلا الدفع بيجي وبعد الدفع بيبقى فيه تقريبا شهرين للامتحان، يبقى انا قبل الدفع اكون انا حاطط خطة خلصت فيهم ال4000 دول، خلصتهم مرتين. انا طبعا الخطة دي هتبقى تلتين الوقت، هيبقى اللير الاولاني انا هجمع هفهم 60 70%، كل واحد ويعني واللي هيبذله واللي هيشتغلوا على نفسه يعني. وانا افتكر واحد من بعض الشباب كان بيقول لي يعني في كورسات وفي كده اخد كورس، انا لا، انا رايي اصنع نفسك بنفسك علشان انت هتتوصى بنفسك، محدش يعني انت امسك اي موضوع ظبطه في دماغك التظبيطه اللي ترضيك نفسيا عن نفسك. خلاص انا موضوع مثلا الرابيد اومياليسيز مثلا على سبيل المثال، عارف الكيس سيناريوز اللي بتيجي فيها، واحد وقع وحصل له كونفولجن، واحد اي في دراج ابيوزر والتورنيكيت على ايده واغمى عليه، بعد كده جالي ما بيجيبش بول انيوريا او اوليجو يوريا، اوليجو بطريقه معينه احنا بنبقى حافظينها اللي هي نص ملي بير كي جي بير دي اكتر من 6 ساعات، وزنه قد كده، فانا فاهم ان دي كده خلاص رابيد اوميالسيس وعملت اي كي اي، والاي كي اي ده الفيرست لاين اوف تريتمنت ان انا هديله فلويدز. لو عايز اتاكد اكتر هبص في اللاب، هلاقي الكالسيوم قليل، هلاقي الفوسفيت عالي، هلاقي البوتاسيوم عالي. ده التظبيط اللي انا عامله لنفسي في الرابيد هيموليسيس مثلا على سبيل المثال. تمام، فانت كل موضوع لازم بتظبط نفسك فيه. طبعا الكورسات انا لا اعتقد انه هيصرف معاك الوقت اللي احنا بنصرفه، يعني احنا مثلا في مرحله ما قبل الدفع للامتحان احنا يعني ممكن بنقعد 4 ساعات مع بعض، 3 ساعات مع بعض يوميا، بنريح الجمعة. تمام، بناخد لنا في كل برانش ابروكسيماتلي 2 ويكس،
برنشات الكبيرة الكارديو والنيورو والحاجات التقيلة قوي ممكن ناخد 3 ويكس، برنشات الصغيرة زي حتى النيفرو انا بعتبره صغير، النيفرو والجيرياتريك والدرماتولوجي والاوفثالمولوجي والحاجات الصغيره دي بتاخد لها 1 ويك. المهم احط لي خطه، انا عارف الدفع امتى من خلال الموقع، نخش على الموقع يعني نخش نبقى بشكل يعني عملي شويه يعني كده. طبعا كل واحد يعمل اكونت على الموقع، خش upcoming exam اهو، اخش بارت 1 امتى الاكزام اللي جاي. طبعا هو لما يبقى ابلاي دي شغاله يبقى ده فتح مثلا الامتحان، فانا ممكن اعمل ابلاي. طيب بالنسبه لبارت 1 مثلا، بارت 1 عندنا امتى؟ انتوا سيبكم من الحاجات دي بتلخبط الدايت ومش عارف ايه والكلام ده، هما احنا اللي يهمنا التاريخ ده عندنا بيفتح امتى وبيقفل امتى. بيفتح اسبوع واحد فقط لا غير، مثلا هنا قول مثلا من 12، من 6 12 ل 13 12، والامتحان بيبقى تقريبا بعدها. ايوه انت دكتور سالم بتشاور على ايه؟ طبعا كونك في جروب، مجرد ما الدفع يفتح، الناس كلها بتقول لبعض على الجروب، ولما بيقولوا لبعض اللي بيخش بدل انت ناوي خش ادفع على طول. علشان ايه؟ مثلا انا مثلا قاعد في السعوديه، بالنسبه لي جده افضل من الرياض، هخش احجز في جده بسرعه قبل ما ايه ما يتقفل عندي جده، واضطر ان انا ممكن احجز في الرياض او اروح مصر او القصه دي. وانسى ان انا دفعت، قدامي تقريبا شهرين، في الشهرين دول راجع الباص ميديسين كاملا، راجع الباست بيبرز اللي هي طبعا الامتحانات السابقه، هم احنا ما بياخدوا منا الكشكول بتاع الامتحان ده، الاسئله ده مش بي يعني انت بتسلمه برضو، بس في ناس بتبقى حافظه الاسئله، بيروحوا لبعض المواقع زي الباست تيست وبيحاولوا يعملوا زي بيحاولوا يجيبوا 100 سؤال من كل امتحان، الافكار اللي جت في الامتحان. انت عندك بقى من اول 2015 لغايه يومنا ده، كل الامتحانات دي موجودة، وأفكار على فكرة بتتكرر في الامتحان وبتيجي ساعات أنت بتحلها. أنا كنت عن نفسي كنت عامل مع الجروب بتاعنا، أول ما دفعنا في البارت 1 عملنا خطة مثلا إن إحنا كل يوم نحل لنا 100 سؤال في الباس ميديسن، ونحل الناس نص امتحان من الباس بيبر. طبعا الموقع هنا برضو عليه حاجة، لين أجيب لكم من بره ثواني كده، عليه سامبل بيسموها سامبل كويستشنز، جيبها لكم من هنا. انا دخلت على الموقع من غير ما اعمل لوج ان ولا الكلام ده، الواحد وفترة ما دخلش الموقع الواحد بيتوه فيه. المهم الموقع من غير اكونت هيظهر على الموقع زي مربع سيرش، هتكتب سامبل كويستشنز هيجيب لك 200 سؤال برضو يتحلوا قبل الامتحان يعني. وفي الباص ميديسن برضو عندهم حاجة اسمها الموكا اكزام، اهو الموكا اكزام ده برضو بيبر 1 بيبر 2، ما شاء الله عاملين امتحانين، كان هو امتحان واحد. لا لا هو امتحانين، الورقة الأولى والورقة الثانية، يعني كأنه شبه الامتحان يعني كأنه زي الامتحان بالظبط. طبعا الامتحان عبارة عن ورقتين، الورقة الأولى فيها 100 سؤال والورقة الثانية فيها 100 سؤال، كل ورقة فيها 3 ساعات، ولازم الواحد ينظم وقته، كل نص ساعة تبص في الساعة، كل نص ساعة تقريبا تنجز تقريبا 18 20 سؤال، يبقى أنت كده بتحل بطريقة بتحترم الوقت. تمام. ايه تاني؟ يبقى المصادر بتاعتي يا اما الباص ميديسن اونلاين، يا اما الباص ميديسن بي دي اف، الاسئلة موجودة، النوتس اللي بتاعتك الباص ميديسن، الباص بيبرز برضو يتحلوا، الموك اكزام دول، ايه تاني غير الموك اكزام؟ قلنا السامبل كويستشنز.
طبعا الباست بيبر والسامبل كويستشنز والموكا دول بعد الدفع مع اللير الاخير بتاع الاسئله بتاع الباس ميديسين. قبل الدفع محتاج تو لير بالباس ميديسين. بالطريقه دي يعني انت مثلا لو سي مثلا قبل الدفع ده خدت لك 6 شهور ذاكرت عملت خطه انه 6 شهور، بعد 6 شهور اخش الامتحان، وبعد 6 شهور هدفع، قصدي يعني 6 شهور تخلص التو ليرز دول، بعد كده تدفع وتعمل بقى اللير الأخيرة والأسئلة دي، هتخش إن شاء الله هتنجح ويبقى نجاح كويس جدا. أنا بس عايز أوريكم حاجة برضو أنا عملتها. أنا كنت طبعا مع بداية الموضوع أقعد أدور على اليوتيوب، لأن متعود إيه أي حاجة عايز ألاقيها وكده بحاول إيه على اليوتيوب. طيب هنا اليوتيوب ده انا عملت اللقاءات اللي انا كنت بعملها مع الشباب في البارت 1، انا مسجلها ام ار سي بي بارت 1، والبارت 2 مسجل الباس ميديسين، وحاليا برفع الباس تيست. تمام، فانا عايزكم برضو تعملوا زي كده، يعني ان كانت الجروب ان كان مثلا مفيش حد بيقدر يحضر ممكن يتسجل الموضوع ده يترفع على اليوتيوب على جوجل درايف، المهم تشوفوا لكم اي طريقة تانية او يعني اي وسيلة بحيث ان الكل يبقى مشترك. بالنسبة للجروب بقى احنا بقى نتكلم بقى بشكل عملي دلوقتي، انتوا 8 مثلا او 7، فاضل معانا 10 دقايق في الميتنج. احنا مثلا احنا الدكتورة مثلا دكتورة اسماء، دكتورة سوزان، دكتورة فاطمة، دكتورة هبة، دكتور عفاف، دكتور عبد الرؤوف. انا رايي ابداوا الان، يعني ابداوا الان تعملوا ايه؟ هتعملوا جروب، هتتفقوا على ميعاد، وليكن مثلا انا بشوف انسب ميعاد مثلا الساعه 9 في مصر و10 في السعوديه، بيبقى ميعاد كويس لانه انتوا هتبقوا مشكلين، هتلاقي ناس من السعوديه وناس من مصر وناس في دبي وناس في ليبيا، ومصر وليبيا توقيت واحد. تمام، ممكن ناس برضو ناس من بريطانيا معاكم قبلكم بساعتين. المهم تتفقوا على ميعاد المعظم يبقى بيحضر فيه، وتتفقوا على كمية مثلا احنا مثلا الملف ده 1000 صفحة، وبيتكلم مثلا على الكارديو مثلا، فاحنا هنخلصه مثلا في 10 أيام، يبقى كل يوم 100 صفحة، احنا 5 كل واحد ياخد 20 صفحة، ال20 صفحة دي أي سؤال وأي موضوع هيجي فيها مثلا دكتورة أسماء هتحضره، اللي بعديها الدكتورة سوزان هتحضره، كده فاطمة كده هاجر، وهكذا وهكذا، ويشغلوا بعض كلكم، يعني مش حد اسمه قاعد على حزب الكنبة، لا ما ينفعش، لازم كله يشتغل. وصدقوني والله أكتر مواضيع كنت ببقى فاهمها اللي أنا كنت بحضرها ده في البداية، يعني في البداية في اللير الأولانية، لأن أنتوا لسه إيه المواضيع بتتعرفوا عليها. في اللير التانية بتبقوا بتحلوا أسئلة اللي هو إيه كل واحد بياخد له ميتينج. أنا بخش مثلا أنا بعمله حاليا، اللي أنا بعمله بخش أول ميتينج أنا باخده وبحل فيه، وطبعا مع النقاش مع الزملاء بيخلص الميتنج، مين يا شباب؟ اه فلان، خش فلان، فلان بيقرا وبيقرا السؤال وبنتناقش معاه وبنحل معاه وهكذا. المهم ان الكل يشترك ويشتبك في الموضوع، اما ان احنا نفضل بنتفرج دي مرحله خلاص لازم نعديها. انا بصراحه عدت علي المرحله دي، يعني كنت بشترك زمان في جروبات اخش اليوم بيقولوا كلام مجعلص كده كلام كبير قوي وكلام صعب واخاف واجري، لا فايت، خش المضمار، او مش فاهم مش مشكله ان انت مش فاهم، تفهم بقى، يعني مش فاهم الموضوع ممكن تليك فاهم في موضوع قوي وفارد عضلاتك على الاخر، موضوع تاني انت مش فاهم في حاجه عادي ما فيهاش حرج يا فلان، ايه الكلو بتاع السؤال حليته ازاي، يقول لك 1+1+2 ده السيناريو بتاع كذا، واحنا بنعمل انيشال انفستيجيشن بنعمل كده، بعد كده اتاكدنا ناكد بالدياجنوز بالانفستيجيشن التاني، الجايد لاين بيقول 1 2 3 التريتمنت، بس نخلي بالنا في دراج انتر اكشن، في مش عارف ايه ادالك الايه الزبده بتاعت الحوار، تقوم انت بقى ايه داخل على زي اوزموزيس ظابط الموضوع، تقرا تفريغات الشافعي لو انت يعني الموضوع بالنسبه لك صعب قوي وعايز حاجه بالعربي بسيطة وميسرة زي الدكتور الشافعي، وأنا قرأت النوتس بتاعته كلها،
وسمعت الدكتور نجيب الهندي ده اغلب فيديوهاته. لو انت عايز تتوصى بنفسك وتبقى فاهم، عشان اللي فاهم هيتعب في الاول بس بعد كده هيبقى قاعد بيستمتع وهو بيحل. فربنا يوفقكم جميعا. وانا قلت اللي عندي، لو في حد انا خليت بمعلومة او عايز يستفسر على حاجة يا ريت يفتح المايك ويسأل. السلام عليكم دكتور، كنت عايزة أسأل بخصوص اللي هو الباس ميديسن، ينفع أكتر من حد يشترك فيه ونشير أونلاين؟ يعني مش هيقفل الموقع زي بقية المواقع، ولا عادي. انا كانت زميلتنا الدكتور، لما بنعمل شير سكرين مش هيقفل علينا؟ لا مش هيقفل عليكم عادي. انا بعمل كده، انا اوريدي يعني عامل كده، ممكن اوريك حتى هنا. يعني انا كنت بحل اونلاين والشباب كلهم معايا وعادي ما بيقفلش، وكنا في اكونتات بنستخدمها كلنا. يعني فلان بيحل في الجي اي تي وانا بحل في بس عشان ما ندخلش على بعض. يعني مثلا ممكن فيما بينكم تشتركوا يا اما تحلوا برانش مع بعض، يا اما مثلا انا ديورنج انتوا بتحلوا مثلا كارديو انا براجع النفرو، وبعد ما خلصته مش عارف يحل هو الاسئله، ممكن نعمل ريسيت للاسئله للموقع كاملا ويبدا كانه بادئ من الاول. بس هي تمام، يعني ينفع أكتر من حد يفتحه في نفس الوقت من تو ديفايس؟ ينفع ينفع. انا طيب تمام، انه ألف شكر مجرب، ليك. بس هي الفكره في ايه بقى؟ الفكره انه انا لو انا بستخدم الباس ميديسن، عشان تبقى في مصداقيه في الكلام، لو انا بستخدمه الباس ميديسن موقع ذكي بيجيب لي الويك بوينت. يعني انا قبل الامتحان طبعا في عندي مثلا، انا لو حليت السؤال مع الشباب حسيت ان انا مش فاهم، ممكن اعمل فلاج ويلم لي الاسئله الفلاج في الاخر قبل الامتحان. او ممكن، وهو موقع ذكي يعني، هو طرح عليا موضوع مثلا، خلينا موضوع نقول مثلا الاسكيميك هارت ديزيز، لاني مثلا موضوع الاسكيميك هارت ديزيز معظم الاسئله بجاوبها ببقى ويك فيها، فهو بيعلمني بيقول لي انت الموضوع ده انت ضعيف فيه. فدي ميزه انه انا اتعامل مع الموقع كأنه بيعمل evaluation، يعني بيقول لك انت بالظبط واقع في ايه. بالظبط. تمام. الله ينور عليك. ايه طب النقط احنا اللي كنا كاتبين على الجروب ان نهاية شهر، فمش هينفع ناخد شابتر وكده وتكون البداية من شهر 2، بس هيفضل 3 ايام اللي هو يوم 29 و30 و31 نخلص فيهم الاوفثالمولوجي. فلو في حد اكتف نقسم الاسئلة فيما بيننا النهاردة عشان نبتدي من بكرة، اللي هو كان ميعادنا 4 العصر و8 بالليل. حلو، جميل جدا. فهل طيب لأنه ده الشابتر الوحيد اللي هيخلص مثلا في 2 3 بالمرأة، يعني كده. حلو حلو، ممتازة يا دكتورة فاطمة، ربنا يبارك فيك. انت قيادية فانت تحملي بقى ايه التنظيم، لان في حد لازم. أنا كانت مشكلتي بس اللي هو الزوم شيرينج، أنا اللابتوب بتاعي عطلان، فلو اللابتوب كان حلو يعني يعني مفيش مشاكل، بس الموبايل فبتيجي نوتيفيكيشنز كتير، فعشان كده أنا ببعت على الجروب لو في حد يستلم النوت الشيرينج والزوم والحاجات دي، بالظبط. ونقسم الأسئلة فيما بيننا. وحد يبقى فاضي يوميا، يعني حد ما يبقاش لازم القسم، لازم لان اي هدف انا عايز اوصل له، اي هدف انا مثلا هدفي دلوقتي اخد الشهاده دي، لازم أفرغ نفسي ليه؟ الله ينور عليكي، لازم في ساعات كده دي تبقى. هو في مشاغل الحياة، وخصوصا اللي عنده شفتات كتير وكده، بس ممكن لما بتقع منهم 2 يوم بكتير تعوضهم بينك وبين نفسك، بس تلحق في الجروب. فاهم قصدي؟ بالظبط، بس لازم اللي بيشير يعني يبقى اكتر واحد عندكم. هتلاقوا في كل واحد عنده امكانيات معينه، في واحد فاضي يعني او شغله ووقت عنده ما عندوش مشكله في الوقت، انا زي حالتي كده انا بعمل كده. فخلاص الشباب عارفين ان انا بشير الساعه 10. في ناس بتيجي متاخر، في ناس ممكن ما تحضرش النهارده بس كده، بس ايه، في واحد لازم يكون عنده التزام انه كل يوم يبقى موجود. وهو يا ريت اللي بيشير الزوم يا ريت حتى يوزع كمان، يعني يقول مثلا احنا وصلنا صفحة كذا، بكرة هناخد 200 صفحة، كل واحد 25 صفحة، رقم واحد فلان، رقم اثنين فلان، رقم ثلاثة فلان. كنت بعمل كده وهكذا. والراجل اللي بيشير ده او الليدر اللي هيبقى موجود، لو فلان غاب بيبقى عنده ناس شاطرة او هو بيغطي الديفكت ده عشان الدنيا تمشي. يا مسهل الأمر. طيب في حد من الناس الموجودة نقسم الأسئلة فيما بيننا بحيث إن احنا نبتدي بكرة في الأوفثالمولوجي؟
بحيث كل واحد يحضر ما ناخدش وقت طويل. بالظبط كده. لأ الناس خايفة تفتح المايك وتتورط، تتورط ولازم تتورط، إن ما تورطتش مش هتتغير، هتفضل زي ما أنت. طيب أنا أول 20 ورقة، حلو كويس. دكتورة أسماء، الانتحارية الأولى. الدكتورة أسماء دمياطي، الـ20 التانية. إيه ما شاء الله. طبعا البنات انا لاحظت كده ان احنا الولاد قليلين قوي في الام ار سي بي، يعني انا دي اصحابي معدودين قوي اللي هم الشباب، لكن بنات ما شاء الله كتير. دكتورة هاجر، طبعا احنا بس مجرد ما نخلص ان شاء الله. إيه حلو. في موقع كان احنا كنا بنستخدمه شبه الام ار سي بي بالظبط، بصراحه مش عارف اسمه، ام ار سي بي. هحاول اجيب لكم الموقع ده، يعني برضو يعني كنا بنحل حلينا عليه شويه بصراحه، يعني شلنا فيه شويه. طيب حد عنده اي؟ دكتور عبد الرؤوف أخذ من 41 ل 60. برافو برافو، حلو. دكتور عبد الرؤوف ربنا يوفقك ان شاء الله. و يلا مين يزود؟ ايوه لازم تتشجعوا، هي اجمل حاجه في الام ار سي بي الطريق، يعني الطريق اللي انت بتمشي، مش يعني هتستمتع ديورنج